العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن. وفيه إيران سجال نووي، طهران تؤكد تحقيق تقدم تقني طفيف في محادثات فيينا وتشترط رفعا كاملا للعقوبات، وواشنطن تبدي الاستعداد للتفاوض بشرط التزام إيران بالاتفاق النووي. اليمن معارك مأرب، قوات الحكومة اليمنية الشرعية تؤكد صد هجوم للحوثيين على جبهة صرواح في مأرب، غارات للتحالف السعودي الإماراتي وموجات نزوح كبرى من المحافظة. أوروبا تشدد في التعامل مع روسيا، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون التصعيد الروسي في أوكرانيا، وكييف تطرد دبلوماسيا روسيا، والكرملين يرفض التلويح بالعقوبات. أهلا بكم. البداية من الملف النووي الإيراني، حيث أكدت طهران أنها ستعود إلى تعهداتها في الاتفاق النووي فقط عندما ترفع الولايات المتحدة جميع عقوباتها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن محادثات فيينا شهدت تقدما، مؤكدا أنها لا تتصل مباشرة بجوهر الاتفاق النووي وإنما تتعلق بأمور تقنية. من جهته أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران ما لم يكن لدى واشنطن الوضوح والثقة بأن إيران ستعود بالكامل إلى الامتثال بالتزاماتها بموجب الاتفاق. وتعليقا على مسار فيينا قالت روسيا إن الحل لا يزال بعيد المنال. رفع العقوبات الأمريكية أولا هو الشرط الإيراني للعودة إلى التزاماتها ببنود الاتفاق النووي، يؤكد ذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية موضحا أن التقدم الذي شهدته محادثات فيينا لا يتعلق بجوهر الاتفاق النووي وإنما بأمور تقنية. وجود وفد الولايات المتحدة في فيينا أمر جيد يظهر فهم واشنطن لمبادئ وأسس العودة إلى الاتفاق النووي، لكننا لا نصدر الأحكام بل ما يهمنا هو النتائج. لقد قيل لواشنطن إن عليها إعلان التزامها وأن ترفع جميع العقوبات، وبعد أن نتحقق من ذلك سنعود للاتفاق النووي. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصف الجولة الثانية من محادثات فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي بأنها بناءة، ولكنه أكد أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران قبل منح واشنطن الثقة والوضوح بالتزام طهران الكامل ببنود الاتفاق. تأتي تلك التصريحات بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يؤكد بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في مفاعل نووي فوق الأرض بمنشأة نطنز. تقرير أكده مسؤولون إيرانيون أنفسهم، وتراه الولايات المتحدة خطوة تصعيدية وعدتها تراجعا عن التزامات الاتفاق النووي. تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين تزيد من تعقيد الملف وتصعب مهمة الاتحاد الأوروبي الوسيط الذي ترأس اجتماعات فيينا وأبدى تفاؤله بنتائجها. مواجهة تفاوضية تبدو معقدة وشاقة تنتظر واشنطن وطهران قبل إحياء الاتفاق النووي، فالأخيرة تصعد من وتيرة التخصيب وتهدئ من النبرة الدبلوماسية. أما الولايات المتحدة وعلى لسان رئيسها فلا شيء يجبرها على تقديم تنازلات لا تريدها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران مراسلنا ياسر مسعود، ومعنا من واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدي. أهلا بكما. نبدأ معك ياسر من طهران. إذن الطرف الإيراني يتحدث عن تقدم في محادثات فيينا وعن تفاهم جديد بدأ يتشكل، ولكن في المقابل نرى أيضا تصلبا في الموقف الإيراني بعدم العودة إلى الاتفاق ما لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها. عن أي تقدم يتحدثون إذن؟ رويدة، الواضح أن التقدم الذي تتحدث به طهران هو أولي، على اعتبار أن هذا ما أكد عليه لأكثر من مرة الفريق الدبلوماسي الإيراني من أن المفاوضات
بدأت تخطو في الاتجاه الصحيح وأن هناك صورة بدأت تتشكل من تفاهمات جميع الأطراف على الموقف المبدئي لإيران، وربما هناك تجاوب لدى الأطراف الأخرى على للمطالب الإيرانية المتعلقة تحديدا بأن تكون واشنطن هي صاحبة المبادرة الأولى برفع كامل للعقوبات الأمريكية. هنا الكلام تحديدا من أن طهران لا يمكن أن تتنازل عن خطوات رفع كامل للعقوبات الأمريكية على اعتبار أن هذا عفوا ليس بقرار من اجتهاد الخارجية أو الوفد المفاوض الإيراني، إنما هو إجماع في الداخل الإيراني من قبل المرشد الإيراني تحدث بهذا الكلام مرورا بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وصولا إلى البرلمان الأصولي الذي أقر خطوات تقليص الالتزامات في الاتفاق النووي. وفي الوقت الذي تؤكد فيه طهران على خيار تمسكها بخيار الدبلوماسية والحراك الدبلوماسي الجاري والنظرة الإيجابية النسبية إلى الحراك والتطورات في المفاوضات في فيينا، في هذا الوقت أيضا تتمسك بأوراقها على الصعيد التقني وتحديدا فيما يتعلق برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، كما تقول هي كانت محاولة لاستهداف أوراق طهران في التفاوضية. ريما، يعني أيضا الولايات المتحدة تتحدث عن تقدم وعن نقاشات بناءة في فيينا، لكنها تقول بأن العقوبات لن ترفع ما لم يكن لدى واشنطن الوضوح والثقة بأن إيران ستعود لتطبيق التزاماتها في الاتفاق النووي. هل يعني ذلك بأن الاتفاق على آلية واضحة تضمن عودة إيران للاتفاق كافية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي بالنسبة للولايات المتحدة؟ وعودة الثقة وهو ما يشك كثيرون أنه موجود الآن لدى الإدارة الأمريكية، ليس بسبب سعي هذه الإدارة لإعادة الاتفاق النووي مع طهران، ولكن بسبب الضغوط المفروضة على هذه الإدارة من صقور واشنطن والذين ينتقدون الإدارة الأمريكية للعودة السريعة كما يقولون للمفاوضات مع طهران، وعدم وضع هذه الإدارة أي من الشروط على الجانب الإيراني في قضايا أخرى لا تتعلق فقط بالملف النووي الإيراني. وبالتالي هناك يعني شكوك كثيرة بأن يكون هناك عودة لهذا الاتفاق حتى وإن كان هناك اختراق في المفاوضات في فيينا بين الجانب الإيراني والأطراف الدولية الأخرى. بكل الأحوال هناك انقسام متزايد في العاصمة الأمريكية بين أروقة صنع القرار لجهة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، هناك أصوات جديدة تنضم إلى الإدارة الأمريكية والتي تؤيد العودة إلى هذا الاتفاق، ولكن أيضا هناك كثيرون ممن يعتبرون أن الإدارة الأمريكية ما زالت كما يقولون ناعمة ولم تستخدم أو تترك نقاط القوة التي حصلتها إليها الإدارة السابقة دون أي مقابل من الجانب الإيراني، وبالتالي ينتقدون هذه الإدارة لجهة العودة إلى الملف النووي الإيراني دون المزيد من الضغوط على طهران. شكرا لك كريم أبو حمدي مراسلتنا من واشنطن، وشكر موصول أيضا لياسر مسعود من طهران. في طهران أيضا قال أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، قال إن إيران تواجه ما وصفه بالتلوث الأمني. جاء هذا التصريح بعد أن تكرر الاستهداف الذي تتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلفه. إسرائيل في قلب إيران، عملاؤها يبحثون عن معلومات حول سعي إيران إلى صناعة قنبلة نووية. هذه مشاهد من مسلسل درامي إسرائيلي بث العام الماضي. على الجانب الآخر هنا في إيران لم يغب حديث التجسس عن الدراما الإيرانية في النوروز، لكن الأمر لم يعد مجرد دراما على ما يبدو. طهران تتهم إسرائيل بالوقوف خلف استهداف منشأة نطنز النووية مرتين واغتيال العالم النووي محسن فخري زادة. نعاني من تلوث أمني متصاعد خلال السنوات العشر الأخيرة، وهذا يجب أن يكون من أولويات الحكومة المقبلة. ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إيران إسرائيل بالوقوف خلف حوادث أمنية واغتيالات. قبل عقد من الزمن قالت طهران إن عملاء الإسرائيل اغتالوا علماء نوويين إيرانيين، لكن الجدل اليوم في إيران يدور حول وصول النفوذ إلى داخل المنشآت الحساسة للبلاد وبين مصالح الصبر الاستراتيجي
واستراتيجية الانتقام تبقى إيران كما تقول محتفظة بحق الرد. كلما تقدمت المباحثات النووية ستشتد هذه العمليات، والحل يكون بتعزيز الردع لأن إيران لن تنجر إلى ما تريده إسرائيل. المواجهات الأمنية تبدو مواجهة شبه مباشرة بين إيران وإسرائيل في سوريا، وإلى البحار أيضا تمتد بتبادل استهداف السفن دون تبن واضح، رسائل يتم تبادلها دون اشتباك مباشر تكشف قدرات الرادع لدى كل طرف. حروب الظل الإيرانية الإسرائيلية باتت مقلقة بشكل أكبر مع اقتراب كل طرف جغرافيا من الآخر، إيران في سوريا ومن خلال حلفائها في المنطقة، وإسرائيل من خلال التطبيع في المياه الخليجية. لكن ورغم ذلك، ورغم الضربات الأكثر إيلاما، ما زالت قواعد الاشتباك قائمة. حازم كلاس، العربي، طهران. في اليمن تواصلت المعارك المحتدمة بين الجيش الوطني اليمني والحوثيين في محافظة مأرب شمال شرق البلاد. أكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن عددا من الحوثيين سقط بين قتيل وجريح عندما صدت قوات الجيش محاولة تسلل لقواتهم إلى أحد المواقع العسكرية التابعة للجيش اليمني في صرواح غرب مأرب. يأتي هذا تزامنا مع قصف مكثف شنته طائرات التحالف السعودي الإماراتي. من جانبها اكتفت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين بالحديث عن 16 غارة جوية للتحالف استهدفت مواقع قرب مأرب دون ذكر تفاصيل. من مأرب ينضم إلينا مراسلنا عمر المقرمي، ومعنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبدأ معك عمر من مأرب، أخبرنا أكثر عن سير المعارك العسكرية وعن تفاصيل هذه العملية العسكرية التي يتحدث عنها الجيش الوطني اليمني والتي كما يقول مني الحوثيون بها بضربة عسكرية قوية. المعارك في مأرب رويدا لم تتوقف لحظة واحدة حتى في رمضان، بل اشتدت وطأتها في أولى أيامه. تدور المواجهات في مأرب تحت قصف جوي عنيف من مقاتلات التحالف، وكلا الطرفين يرمي بثقله العسكري ويدفع بتعزيزات كبيرة إلى المعركة. الحوثيون منذ مطلع يناير يشنون هجومات عنيفة على مأرب وعلى أكثر من جبهة على أسوار محافظة مأرب، لكنهم لم يحققوا التقدم الذي يريدون، وكل منهما يدعي تحقيق مكاسب على الأرض. الحكومة أو القوات الحكومية اليوم تقول إنها تمكنت من صد جميع هذه الهجمات الحوثية على مأرب، ولن تسمح لها بالتقدم أو بالسيطرة على المنطقة وما حولها كما تقول وزارة الدفاع. الحوثيون لا زالوا يكثفون من هجماتهم. المقاتلات التحالف شنت أكثر من ست غارات اليوم على مواقع الحوثيين في جبهة صرواح والكسارة والمشقح. هناك 12 قتيلا من مقاتلي الحوثي سقطوا على بنيران الجيش اليمني كما أكد لنا مصادر من وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية. المعارك تجري حتى هذه اللحظة رويدة بين القوات الحكومية والحوثيين على أكثر من جبهة، لكن أبرزها جبهات الكسارة وصرواح والمشقح. أيضا هذا على الصعيد الميداني في محافظة مأرب. المواجهات أيضا فجر اليوم اندلعت كذلك بين القوات الحكومية والحوثيين في على محورين في بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. هذا فيما يخص المعارك الميدانية في مأرب والجوف. على في بالنسبة للمدن الجنوبية أو الوضع في جنوب البلاد، هناك شحنة أسلحة إماراتية وصلت للانتقال، والقوات الحكومية أو مصادر من القوات الحكومية هناك تقول بأن الانتقال يسعى لتفجير الوضع مجددا، ومراقبون يقولون أو يتساءلون لماذا لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض ببنوده كما جاء عليه هذا الاتفاق. ولهذا المجلس الانتقالي يسعى دائما لتفجير الوضع هناك يسعى لمزيد من السيطرة على الوضع في المدن الجنوبية. نعم. والوضع الإنساني كارثي للغاية في مختلف المدن اليمنية رويدة.
دعنا نذهب إلى نبيل في صنعاء لنرى أصداء العملية العسكرية في صرواح في مأرب. يعني وسائل الإعلام التابعة للحوثيين في صنعاء لم تتحدث ولم تدخل في تفاصيل، ذكرت فقط 16 غارة قام بها التحالف السعودي الإماراتي. هل هذا يؤكد بأن الحوثيين فعلا تعرضوا لضربة عسكرية قوية في صرواح نبيل؟ رويدة، هو بالنسبة للمعارك تحديدا في محافظة مأرب هي اشتدت ضراوتها تحديدا منذ بداية شهر رمضان، اعنف المعارك بين الطرفين وهناك حصيلة كبيرة من القتلى والجرحى بين الطرفين في اليوم السابع من شهر رمضان وبشكل يومي. غارات او عنف غارات التحالف بالنسبة لجماعة الحوثيين يرون بانها تدل على أن جماعة الحوثيين قد أحرزت تقدما في بعض المواقع باتجاه محافظة مأرب وكذلك في محافظة الجوف المقاربة لمحافظة مأرب، لأن الجبهات تدور في محيط محافظة مأرب النفطية. لا زالت جماعة أنصار الله تدفع بتعزيزات كبيرة باتجاه هذه المحافظة النفطية الحيوية ومصممة على أن تصل إلى قلب محافظة مأرب النفطية باعتبار أن تحريرها أصبح واجب عليهم بحسب جماعة الحوثيين. هنا 16 غارة جوية على محافظة مأرب تحديدا، وهناك غارات كذلك استهدفت محافظة الجوف المجاورة لها، ما يدل على عنف المعارك. كلما زاد عدد الغارات الجوية كلما كانت المعارك عنيفة بين الطرفين. لم يقتصر الأمر على محافظة مأرب ومحافظة الجوف المجاورة لها، ولكن حتى في محافظة الحديدة جماعة أنصار الله تتهم القوات التابعة للرئيس هادي بمئات الخروقات في هذه المحافظة الساحلية على البحر الأحمر، فيما القوات التابعة للرئيس هادي تقول بأن هناك مقتل مدني وإصابة آخر جراء قصف لجماعة الحوثي في منطقة الدرين. هناك تبادل الاتهامات في هذه الأماكن التي يسقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين، لكن صعيد مستمر في مختلف جبهات القتال في اليمن وعلى رأسها محافظة مأرب النفطية الحيوية التي تدور فيها أعنف الاشتباكات حتى هذه اللحظة. شكرا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء، وشكر موصول عمر المقرمي مراسلنا من مأرب. كشفت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل في اليمن في تصريح للعربي أن نحو 850 منزلا فجر منذ بداية الحرب. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من محيط مأرب. يا ساتر الله أكبر، الله يجعل أخيك حولكم يا أطاء الله. فجرت منازلهم أمام أعينهم، مشاهد الدمار حاضرة أمام أعين الأطفال. هنا شردتهم الحرب في بقاع شتى، وهجروا بحثا عن الأمن وسقف بيت يؤويهم. لكن هذه الأمة لم تجد جدران بيت يضمها وأطفالها الخمسة، ووجدت هذه الخيمة. شردونا من بلادنا وفجروا منازلنا ويتلاحقونا لا خيامنا لا ما يخلوا لنا حوالنا، ولا معنا لا ما لا حمام لا خيمة لا شيء، جهالي بين الصحراء. مئات المنازل تم تفجيرها منذ بدء الحرب في اليمن. منطقة أرحب شمالية صنعاء كان لها النصيب الأكبر، فنزح الأهالي إلى المخيمات، كثير منهم لم يجدوا مأوى. نحن نعتمد على الرصد والتوثيق حتى نعتمد على تكون عندنا يعني وثيقة لرفع القضايا الدعوية في المستقبل لأصحاب هذه المنازل. بالنسبة للحصر اللي قد موجود عندنا والتقارير الذي أصدرناها كانت ب 810 تقريبا في 2019 810 منزل فجرت. إذن هي رحلة متواصلة من التشرد، ولكنها على الأقل وجدت من يوثقها. تتجلى الحرب وتداعياتها في كل مكان، وتتفاقم الأزمة بسياسة التفجير التي طالت بيوت المدنيين، فغابت مؤسسات الدولة والمنظمات الإغاثية، وانتهى المطاف بكثير من العائلات في خيام التشرد. عمر المقرمي، العربي، مأرب.
تهدد الأوبئة والأمراض آلاف المعتقلين والمخفيين قسرا وأسر الحرب في سجون أطراف النزاع في اليمن. ومع انعدام الرعاية الصحية تزداد مخاوف أهل المعتقلين على ذويهم وسط مطالبات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالإفراج عن كافة المحتجزين. يا رب خارجه، يا رب سخر له، يا رب. قبل الإفطار يكثر الرجاء والدعاء لعودة ابنهم عبد الواسع. يهل شهر رمضان العام الخامس وعبد الواسع خلف قضبان سجون الحوثيين، غياب يفسد فرحتهم بالشهر الفضيل. 5 سنوات أنا مريض، والله أنا مريض، ما أقدرش أرقد، أنا والله ما أقدر أرقد، أكون أتقرح فقنسعة شقاتل، أتمل للناس قلبي يمغصري من تعبي، من تعب قلبي. أنا مرقم باب السجن، لا عمل شيء ولا عمل حاجة، ولا ظلم، يحبس مو ظلم، مو شنو، لا فوق سلاح، لا فوق، لا أتمو بجبهة، لا أتمو ولا شيء، ماشي طريق. هذا 5 سنة. ما يزال نحو 750 مدنيا معتقلا أو مخفيا قسرا في سجون مختلف أطراف النزاع، بينما يواجه 4 صحفيين حكم الإعدام من محكمة تابعة للحوثيين بصنعاء. رابطة أمهات المختطفين وثقت وفاة 17 معتقلا في سجون الحوثيين بسبب حرمانهم من الرعاية الصحية. نطالب الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي بالضغط على جهات الانتهاك جماعة الحوثي في ظل تفشي فيروس كورونا والظروف السيئة في السجن من انعدام الرعاية الصحية والازدحام المختطفين في السجون، للضغط عليهم على جماعة الحوثي بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا. الحكومة وجماعة الحوثي أبديا رغبتهما في إتمام صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بمناسبة شهر رمضان المبارك، رغبة مثلت بارقة أمل لأهالي معتقلي الراي وأسرى الحرب، وهم ينتظرون تحققها أن يصبح هذا الأمل واقعا على الأرض. في ظل تفشي جائحة كورونا تتضاعف مخاوف أهالي المعتقلين على حياة أبنائهم، وكذلك تتصاعد الدعوات الحقوقية لأطراف الصراع بالإفراج عن المعتقلين وعدم الزج بهم في الحسابات التفاوضية. أحمد البكاري، العربي، تعز. أعلن البيت الأبيض في بيان عن إجراء اتصال هاتفي بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف. وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفرص عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن وروسي فلاديمير بوتين. قال منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن علاقة الاتحاد بروسيا ليست في أفضل حالاتها، مشيرا إلى الانتشار العسكري الروسي شرق أوكرانيا. كما دعا بوريل موسكو لوقف التصعيد وسحب قواتها من الحدود الأوكرانية. في سياق متصل، قتل جندي أوكراني وأصيب آخر في قصف متبادل على خطوط التماس مع الأقاليم الانفصالية. روسيا تصدرت كلمته. منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يفرد لتصعيد شرقي أوكرانيا مساحة واسعة في مؤتمره الصحفي ويدعو موسكو لوقف التصعيد. الانتشار العسكري الروسي شرقي أوكرانيا مقلق جدا. هناك أكثر من 150,000 جندي روسي متواجدين في المناطق الحدودية مع أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وهو ما قد ينذر بتصعيد أكبر، خاصة عندما ترسل قوات بأعداد كبيرة. تصريح بوريل يتزامن مع الخطوط الحمراء التي طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضعها. سلوك موسكو غير مقبول، يقول الرئيس الفرنسي حين سؤاله عن الوضع في أوكرانيا، ويدعو لفرض عقوبات. علاقة أوروبا مع روسيا ليست بأحسن أحوالها إذن، تمر بمطب دبلوماسي جديد على وقع تواترات حدودية. موسكو عززت حدودها الغربية مع أوكرانيا معيدة للأذهان سيناريو عام 2014 حين ضمت شبه جزيرة القرم وأغضبت المنظومة الأوروبية. العداء بين الجارتين لم يخمد منذ حينها، أشعلت روسيا أكثر بدعمها للقوات الأوكرانية الانفصالية.
التصعيد في الميدان يترافق مع حروب تصريحات وسجالات. البداية كانت بطرد موسكو للقنصل الأوكراني بتهمة الحصول على معلومات سرية. كييف ردت بالمثل وأمهلت أحد كبار الدبلوماسيي السفارة الروسية 3 أيام لمغادرة البلاد. براغ أيدت كييف وقررت طرد 18 دبلوماسيا روسيا لاتهامهم بالتجسس. على الرغم من الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، إلا أنه ما يزال تكتيكا استفزازيا خبيره بوتين جيدا. الرئيس الروسي يرسل قواته إلى أي بقعة يشعر أن مصالحه مهددة فيها ليثبت نفوذه ويوصل رسائل يصعب صياغتها في اللقاءات الدبلوماسية. أوكرانيا تعول على دعم واشنطن وحلف الناتو إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. أما روسيا فتجد في استعراض عضلاتها العسكرية ورقة مساومة تستطيع استثمارها لرفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عنها. للحديث عن كل هذه التطورات تنضم إلينا شبكة مراسلين. معنا من موسكو مراسلنا محمد حسن، من بروكسل مراسلنا لبيب فهمي، ومن العاصمة الأوكرانية كييف ينضم إلينا موفدنا إلى هناك صابر أيوب. نبدأ معك لبيب من بروكسل. إذن العلاقة معقدة بطبيعة الحال بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وكثير من التصعيد حصل في الأيام الأخيرة، لكن مع ذلك يقول الاتحاد الأوروبي بأن لا نية حتى الآن لفرض عقوبات على موسكو. ما الذي يدفع الاتحاد لتروي هذه المرة؟ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا قبل سنة فيما يتعلق بالملف الأوكراني، فرض عقوبات على موسكو قبل شهر، أكثر من شهر، فيما يتعلق بالمعارض الروسي نافالني. وأكيد أن هذه العقوبات لا تجدي، لأنها عقوبات تتعلق بأشخاص أو كيانات لا تؤثر ربما بالفعل في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، وليس هناك تباين في المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي في كيفية التعامل مع روسيا. لذلك في اتخاذ موقف يتعلق بالعقوبات يحتاج إلى إجماع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهذا الإجماع لا يوجد حتى الآن. بل يفضل الاتحاد الأوروبي كما جاء على لسان وزير خارجية أوروبا جوزيف بوريل أن يفضلون الدبلوماسية، حتى ولو أن الاتحاد الأوروبي ذكر المشاكل المتعلقة بروسيا فيما يتعلق برص الجنود على الحدود الأوكرانية 150 ألف جندي والمشاكل مع المعارض السوري، مع العارض الروسي عفوا نافالني، فإن الاتحاد الأوروبي يريد أن تكون هناك، أن تحل الدبلوماسية محل أي شيء آخر، وأن لا تندلع أي حرب على الحدود الأوكرانية الروسية، وأن أن 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 تحترم حقوق المعارض الروسي. ولكن كل هذا لا يتم بالتصعيد بحسب الاتحاد الأوروبي، ولكن بإطراف الدبلوماسية، وذلك بسبب بسيط ربما أو معقد، وهو أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يخرج بموقف موحد حتى الآن، في انتظار ربما اجتماع وزراء خارجية الشهر المقبل أو اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المقبلة. دعنا نرى لبيب إذا كان هذا الكلام يعجب كييف. ننتقل إلى مفادنا صابر أيوب. كيف تنظر صابر كييف إلى تحركات الاتحاد الأوروبي حتى الآن رغم التصعيد الأخير مع موسكو؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية عفوا دعنا أيضا في تفاصيل القصف الأخير المتبادل على الحدود الأوكرانية. كييف تبدو غير راضية تماما على ما يقوم به الاتحاد الأوروبي، واضح جدا من خلال دعوة وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا الذي شارك اليوم في اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، واقترح عليهم أن تكون هذه المرة أو اقترح عليهم خطة عمل تدريجية تتضمن فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على الدولة الروسية، وعدم الاكتفاء بفرض العقوبات كما في السابق على أشخاص وكيانات معينة. هذه رسالة من وزير الخارجية، لكن في المقابل هناك رسالة مختلفة من الرئيس الأوكراني هنا، وبحسب الناطقة باسمه اليوم تحدثت عن خطة للرئيس الأوكراني أو عن توجه للرئيس الأوكراني نحو حل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية، متحدثة عن ما أسمته بورقة عمل تحضرها كل من ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا من أجل إنهاء هذه الأزمة سياسيا عن طريق الحوار، وأضافت أنه لا أحد يريد هذه الحرب، لا أوكرانيا ولا أوروبا، هي الحرب الأخيرة المشتعلة في أوروبا ويجب أن تنتهي. من هذا نفهم أن هناك
خطابان أو رسالتان موجهتان في هذا المجال، واحدة تم منفتحة على الحوار وأخرى تصعيدية أكثر، خاصة مع حدوث اشتباكات من حين لآخر على الحدود في إقليم الدونباس من قبل ما تعتبره أوكرانيا أو وزارة الدفاع الأوكرانية تعديا على وقف إطلاق النار من قبل الانفصاليين. لذلك صرح وزير الخارجية بأن أوكرانيا مستعدة دبلوماسيا وعسكريا للرد على ما أسماه أي محاولة اجتياح روسي قد تحصل على الحدود. محمد، يعني موسكو تتعامل معاملة الند يبدو مع الجميع، ولا يعجبها مبدأ التلويح بالعقوبات، ولكن ألا تبالغ موسكو أيضا من جهة أخرى بالقيام بتحركات يراها الجميع بأنها استفزازية؟ بالنسبة للجميع هي استفزازية، وبالنسبة للقيادة الروسية تراها حقها المشروع بأن تحرك جيوشها ضمن أراضيها، لذلك تختلف التأويلات ولكن الوقائع تتحدث عن نفسها. ما يغير ربما المشهد اليوم هو الاتصال الهاتفي الذي جرى قبل قليل بين مستشاري الأمن القومي الروسي والأمريكي. أجندة هذا الحديث الهاتفي كان الحديث عن قمة مرتقبة بين الرئيسين، أي رغم كل هذه التصعيدات ورغم العقوبات التي فرضت من الولايات المتحدة مؤخرا وطرد دبلوماسيين بين الولايات المتحدة وروسيا ومع التشيك أيضا، رغم كل هذا هناك حديث عن قمة مرتقبة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة الرئيس بايدن بالمشاركة في قمة المناخ عبر الوسائل يعني عبر الافتراضية، ولكن بعدها قد تكون هناك قمة حقيقية في دولة ثالثة. بالإضافة إلى ذلك تم الحديث أيضا عن بعض القضايا للملفات الدولية، منها الملف الإيراني، ملف كوريا الشمالية، واتفاقية السماء المفتوحة بين البلدين، أي أن هناك عودة إلى اتفاقية السماء المفتوحة، هي الاتفاقية التي خرجت منها الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب. اليوم يجري الحديث عن العودة إليها. إذن نرى هناك خطاب تصعيدي شفهي ربما أو عبر رسائل غير مباشرة، ولكن فعليا هناك تواصل وحوار، وربما يكون هو حوار الند كما تريده موسكو، ولكنه ليس فعليا حوار الند كما تراه الولايات المتحدة. بين هذا وذاك يتطور المشهد بين روسيا والولايات المتحدة ونتابع تطوراته معا. شكرا لك محمد حسن مراسلنا من موسكو، والشكر موصول أيضا لمراسلنا من بروكسل لبيب فهمي، وإلى موفدنا إلى كييف صابر أيوب. العرب اليوم مستمر معكم وفيه بعد الفاصل. 12 ناديا أوروبيا كبيرا يعلن إطلاق دوري جديد والفيفا تتوعد بمعاقبتها. أهلا بكم من جديد. بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة مع وفد جزائري رفيع المستوى وصل إلى طرابلس، بحث تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة التنسيق بشأن مواجهة التحديات المشتركة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية. وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد بحث مع وزيري الخارجية الجزائري صبري بوقدوم والداخلية كمال بلجود سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. من طرابلس ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم العبدلي. أهلا بك إبراهيم، دعنا أكثر في سياق هذه الزيارات والاتفاقيات التي تمخضت عنها. نعم رويدة، زيارة اليوم ربما أهم البنود التي جاء بها الوفد الجزائري هو الملف الأمني، حيث هذا هو كان ملف النقاش الأبرز في لقاء الوفد الجزائري مع المجلس الرئاسي وكذلك مع حكومة الوحدة الوطنية. لقاءات الوفد الجزائري اليوم كانت مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ورئاسة المجلس الأعلى للدولة. تم التباحث والتأكيد على مواصلة
مواصله التنسيق والتشاور في الملف الامني وخصوصا فيما يخص الحدود، تجاره او عفوا الجريمه العابره للحدود، وكذلك تجاره او تهريب الاسلحه وتهريب المخدرات والهجره. كانت هذه اهم الملفات التي ركز عليها الوفد الجزائري اليوم، وكذلك تطرق الوفد الجزائري الى تطلعه الى تفعيل عدد من الاتفاقيات ما بين البلدين، ابرزها الاتفاقيات امنيه متوقفه منذ عام او منذ اندلاع ثوره 17 في عام 2011، اتفاقيات امنيه خاصه في تامين الحدود. هذه ربما كانت ابرز الاتفاقيات، اتفاقيه تامين الحدود ما بين البلدين، وايضا المعابر الحدوديه، تامين المعابر الحدوديه وفتحها من جديد، حيث ان هذه المعابر مغلقه منذ سنوات ما بين ليبيا والجزائر. اليوم كلا الدولتين تتطلعان الى تامين الحدود لمكافحه الهجره وكذلك تجاره المخدرات وتهريب الاسلحه، وأيضا فتح المعابر الحدودية، حيث أيضا من الملفات التي يحملها الوفد الجزائري اليوم هو ملفات اقتصادية، تفعيل الاتفاقيات المشتركة ما بين الدولتين وفتح المعابر التي بالتأكيد ستسهل التجارة ما بين الدولتين، ما بين ليبيا والجزائر. وربما هي تأتي أيضا في إطار دعم الحكومة الجديدة، التأكيد على دعم هذه الحكومة، وتم توجيه دعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة الجزائر في المدة القادمة. نعم رويدة، شكرا لك إبراهيم العبدلي مراسلنا من طرابلس. كشفت تقارير صحفية رياضية أن 12 ناديا من الأندية الكبيرة في أوروبا تخطط لإنشاء بطولة أوروبية خاصة بها تنافس مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو دوري السوبر الأوروبي. وعلى الفور اصطفت فرنسا وبريطانيا إلى جانب اتحادي كرة القدم الأوروبي والدولي في إجراءاتهما التي تمنع ولادة دوري السوبر الأوروبي الجديد. كما أعلنت الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم عزمهما إجهاض هذه البطولة. أوروبا ساسة واتحادات في صف واحد يشهرون البطاقة الحمراء في وجه الأندية التي تعتزم تنظيم بطولة سوبر أوروبي وصفت بالانفصالية. اتحاد كرة القدم الأوروبي ويفا أعلن أنه سيتخذ جميع التدابير القضائية والرياضية لمنع إقامة هذه البطولة، فضلا عن منع أي ناد ينضم إليها من المشاركة في الدوري المحلي لكل بلد، وكذلك من البطولات الأوروبية والدولية. ولكن العقوبة الأكبر على الصعيد الشخصي للاعبين المشاركين، فقد يحرمون من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية. قادة أوروبا يدا بيد مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. الرئاسة الفرنسية أكدت دعمها الفيفا والويفا بتحركاتهما لوقف بطولة السوبر ليج، ورحبت بموقف أنديتها بعدم المشاركة كونها تهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية على حد وصفه. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن عبر تويتر أنه يساند سلطات كرة القدم في الإجراءات التي تتخذها، ووصف البطولة بالمدمرة لكرة القدم. تقارير إعلامية لم ينفها أي من الأندية التي التزمت الصمت، قالت إن الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر يونايتد والسيتي وليفربول وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام وقطبي إسبانيا الريال والبارسا ومعهم الأتلتيكو وعمالقة إيطاليا يوفنتوس وميلان وإنتر، اتفقوا فيما بينهم على خطة إنشاء البطولة الجديدة مع إحجام الأندية الألمانية والفرنسية. الدوري الوليد من أجل تحقيق أهدافه وعد بتقديم 3.5 مليار يورو، وتم التفاوض عليها مع بنك جي بي مورغان الأمريكي الذي سيكون الراعي والممول الرئيسي للبطولة بحسب ما أكد متحدث باسمه من لندن. وتقوم فكرة السوبر الأوروبي على 20 ناديا، بينها 15 من المؤسسين وخمس فرق أخرى، تقسم إلى مجموعتين تلعب منتصف الأسبوع بعد أن تنطلق البطولة في أغسطس المقبل. وتأتي تحركات هذه الأندية كخطوة استباقية على تصويت الويفا على خططه الخاصة بتوسعة وإعادة هيكلة دوري الأبطال.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من برشلونة توني بونز الصحفي الرياضي. أهلا وسهلا بك سيد بونز معنا في العربي. منذ الإعلان عن الخطوة الجديدة بالأمس البطولة الأوروبية الجديدة والانتقادات انهالت من كل حدب وصوب، لم نسمع منذ الأمس إلا انتقادات. لنفهم أكثر هذه الخطوة ضعنا في سياق وجهتي النظر ووجهة نظر المقدمون عليها، ولماذا برأيك هناك خطورة فعلا من القيام ببطولة أوروبية جديدة؟ ما الضرر في ذلك؟ حسنا، إن هذه سيكون لها أثر كبير جدا على كرة القدم التقليدية. هنالك جبهتان كبيرتان في هذه الأزمة. من جهة لدينا الفيفا وهي فيدرالية كرة القدم، وأيضا الويفا وهي هيئة كرة القدم الأوروبية، ومن طرف آخر لدينا الأندية التي تحاول أن تنظم هذه اللعبة بمفردها، منها ريال مدريد وليفربول وغيرها من الأندية التي تريد أن تكون هي من يدير كرة القدم. وهذا الأمر سوف يؤثر على كرة القدم التقليدية، لأن كرة القدم تعود للناس الذين يمتلكون الاستادات الرياضية، وهي لعبة الشغف، وهي فهم يحاولون أن يقتلون كل ما نعرفه عن كرة القدم التقليدية. وهذه ربما أصعب الأخبار التي يمكن أن نسمعها في آخر بضعة سنوات. لقد تحدثوا عن هذا الأمر في الماضي، وهذا الشيء قد يصبح حقيقة قريبا. طيب، هناك دعوات سيد جونز للتصدي لهذه الخطوة على الصعيد، على الصعيدين، على الصعيد السياسي وأيضا على الصعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من العقوبات التي تم ذكرها، هل برأيك كل هذه الخطوات قد تمنع هذه البطولة من أن ترى النور، البطولة الجديدة؟ أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال أمر صعب، ومن المحتمل أن نرى بأن هذه الفرق الكبيرة عندها السلطة والدعم من يرعونها ومن وسائل الإعلام، لأنهم سيقومون بها، وإذا كانوا يحاولون القيام بها وأعتقد أننا قد لا نستطيع إيقافها في المستقبل. لقد صار لنا نتحضر لهذه الخطوة لسنوات، وهي ليست خطوة مفاجئة، ولكنها ليست شيئا قد يحصل في السنة القادمة أو الأشهر القادمة، ولكن ربما سنرى بطولة أوروبية في السنة التالية، ولكن متى ذلك لا نعرف. لدينا سؤالان يجب أن نجيب عليهما الآن. يمكننا أن نقول الآن ونخمن ما الذي سيحدث في الأيام القليلة القادمة، ولكن الويفا والفيفا يحضران ذلك ويعاقبان هذا النوع من الناس، وربما سيتوقفون. شكرا جزيلا لك توني بونز الصحفي الرياضي، كنت معنا من برشلونة. شهد محيط قصر العدل في لبنان تظاهرتين متقابلتين، الأولى داعمة للقاضي غد عون والثانية داعمة للقاضي غسان عويدات، حيث تدعم كل تظاهرة طرفا سياسيا في خلاف خرج للعلن مؤخرا وبدأ يهدد السلطة القضائية وسط دعوات لإقرار قانون استقلالية القضاء. مشهد انقسامي جديد في لبنان، هذه المرة حول القضاء. شارع يدعم القضية غادة عون المقربة من التيار الوطني الحر ويقول إنها تحارب الفساد، ولهذا كفت يدها الأسبوع الماضي عن ملفات مالية. وهي الوحيدة اللي تحركت تدافع عن المظلومين حتى ترد المسروقات وكل منهوب للشعب اللبناني. وشارع يدعم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات المقرب من تيار المستقبل، والذي أصدر قرارا بإبعاد القاضي عون عن بعض الملفات المالية. مع رئيس غسان عويدات
كونه هو السلطة العليا بالقضاء. وبين الشارعين إشكالات مع الجيش وأزمة قضائية تفاقمت، أزمة يقول كثيرون هنا إنها انعكاس للصراع السياسي، وفيما يستعد مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ قرار بحق القاضية غادة عون، بدأت ترتفع أصوات داعية إلى إقرار قانون استقلالية القضاء، قرار بات ضرورة عبر عنها نادي القضاة الذي أصدر بيانا قال فيه لا خلاص إلا باستقلالية القضاء. هيدا الموضوع لازم يطلع العلن، خلي الكل يعرف نحن بأي مرحلة وصلنا، يعرف الدرك اللي وصلنا له بهذا البلد وبهذا المنظومة، والقضاء جزء منه وبيتحمل جزء هذه المسؤولية على أنه نقدر نحن نكفي بضغوطنا الشعبية والقانونية نقدر نحقق الاستقلال القضائي الحقيقي. بانتظار الأيام المقبلة تمت من يسأل عما إذا كان مجلس النواب سيفرج عن قانون استقلالية القضاء قبل حصول مزيد من الانهيار. في ظل أزمة القضاء هذه يقتبس حقوقيون من ابن خلدون قوله فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة، ويضيفون في لبنان تسييس القضاء ومحاصصته قد يفضيان إلى نهاية ما تبقى من دولة. محمد شبار العربي، بيروت. توفي في العاصمة الفرنسية باريس المعارض السوري البارز ميشيل كيلو عن عمر ناهز 81 عاما من جراء إصابته بفيروس كورونا. ونعى سياسيون ومعارضون سوريون حول العالم ميشيل كيلو الذي يعد أحد أبرز المعارضين لنظام الأسد الحاكم في سوريا منذ عقود. الرجل الذي لم يخش الموت ميشيل كيلو، المعارض الذي تحدى نظاما يوصف بأنه من بين الأكثر قمعا وشمولية في العالم، يفارق الحياة عن 81 عاما في منفاه بباريس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. كيلو الكاتب والسياسي البارز الذي اعتقل عدة مرات في عهد حافظ الأسد وابنه بشار، شغل منصب رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في بلاد تخشى هذه الكلمات، وكان من أبرز المشاركين في صياغة إعلان دمشق الشهير الذي زرع فكرة إمكانية التغيير في عقول السوريين. في زمن الثورة كان كعادته في المقدمة، أسس وشارك في أغلب أجسامها السياسية، واستمر مخلصا لثلاثيته التي نادى بها منذ اعتقاله الأول في سبعينيات القرن الماضي، الحرية والمواطنة والديمقراطية. أبو أيهم كما عرفه محبوه ابن مدينة اللاذقية، ولد في أسرة مسيحية وبقي سوريا جامعا حتى آخر لحظات حياته. في مستجدات فيروس كورونا أعلنت السلطات الهندية الإغلاق التام لمدة أسبوع بسبب ارتفاع عدد الإصابات، فيما سمحت الولايات المتحدة بالتلقيح بجميع السكان بدءا من اليوم، وشرعت بريطانيا بتجربة التحدي البشري للتعرض طواعية للفيروس لاختبار المناعة. ندي الموت الكوروني في العاصمة الهندية نيودلهي يفتح مئات القبور ويوجع القلوب، كأنما بالأمس القريب فقط حل الفيروس التاجي بين الهنود. إغلاق تام لمدة أسبوع، قرار حكومي لتغلق تلك اللحود وتستوعب أسرة المستشفيات الارتفاع المفاجئ للإصابات. القلق الأكبر هو أنه في 24 ساعة الماضية ارتفع معدل الحالات الإيجابية إلى نحو 30%، بينما كان قبل ذلك نحو 24%. الحالات ترتفع بسرعة كبيرة. في الفلبين حين تهدأ عواصف الطبيعة يجتاح إعصار كورونا المشافي. كطبيبة نحن غارقون في زيادة عدد الحالات، من الصعب للغاية نقل المرضى إلى مستشفيات مختلفة لأن العديد منها ممتلئة عن آخرها. تستدرك السلطات في البلاد وتستأنف تطعيم من هم دون 60 عاما بلقاح أسترازينيكا، تنهي بذلك تعليقا مؤقتا بسبب تقارير عن جلطات نادرة بين الحاصلين على اللقاح ممن هم أصغر سنا، فالمزايا تفوق المخاطر وفق وزارة الصحة الفلبينية. تبدو مفتوحة شهية العالم لوخز الأذرع البشرية بمختلف اللقاحات، وإن جرى تعليق استخدام لقاح جونسون أند جونسون هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد قررت السلطات السماح لجميع السكان بتلقي اللقاحات دون الوقوف عند حد عمري.
فهي تتباهى اليوم بتلقيح نحو 50% من سكانها البالغين. بريطانيا التي تخرج من سبات كوروني طويل تفتح رئتي المتطوعين فيها لتحدي جديد يتعرضون فيه طواعية للفيروس، حتى يتأكد العالم من بعدهم إن كانت قطرات اللقاحات المتعددة قد قوت مناعة البشر بما يكفي لتجاوز هلع كورونا. تظهر الأثار الجانبية الشائعة بعد التطعيم المضاد لفيروس كورونا لدى قسم كبير من الناس، فهي تبين أن اللقاح يعمل، ولكن عدم وجود أثار جانبية لا يعني أن اللقاح غير فعال، لذلك ما من داع للقلق. المزيد في العرض التالي. يتساءل كثيرون عما إذا كان عدم وجود آثار جانبية بعد التطعيم مؤشرا على أن لقاح كوفيد 19 لا يعمل. الأعراض الجانبية دليل جيد على أن جهاز المناعة يعمل بالطريقة التي يفترض أن يعمل بها، لكن تبقى فعالية اللقاح سارية حتى في حال لم تظهر أعراض أو آثار جانبية. في عينة من الأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر بايونتيك أبلغ أكثر من 77% عن نوع واحد على الأقل من ردود الفعل الجهازية في الأيام السبعة التالية للتطعيم، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC. إبلاغ حوالي 3/4 الأشخاص عن نوع من رد الفعل عقب اللقاح يعني أنه لا يزال هناك ربع الأشخاص من دون أي رد فعل. وعدم وجود آثار جانبية لا يعني بالضرورة أن لقاح كورونا لا يعمل أو أن جرعة اللقاح سيئة أو أن هناك مشكلة في طريقة الحقن، وإنما لأن جسم الإنسان لا يستطيع أن يشعر بكل شيء يقوم به جهاز المناعة في جميع الأوقات، إذ يمكن للجهاز المناعي القيام بالعديد من الأشياء من دون التسبب بأعراض. الآثار الجانبية الشائعة الخفيفة أو المعتدلة أمر جيد، فهي تبين لنا أن اللقاح يعمل، إلا أن عدم وجود آثار جانبية لا يعني أن اللقاح غير فعال، لأن كل شخص يستجيب على نحو مختلف. إنجاز علمي جديد للبشرية، فقد أعلنت وكالة ناسا للفضاء نجاح تحليق مروحية صغيرة فوق سطح المريخ لأول مرة في التاريخ. وقالت الوكالة في بيان لها إن التجربة تمت بنجاح، وإن الإنجاز يشبه قيام الإنسان بابتكار أول طائرة حلقت بنجاح. إنجينيوتي تحلق في المريخ مروحية أقلعت من سطح الكوكب الأحمر وهبطت فوقه في سابقة من نوعها. وكالة الفضاء ناسا أعلنت أنها نجحت في التجربة المتمثلة بالتحكم بالمروحية من الأرض. التحدي الذي واجه العلماء هو كيفية الإقلاع من سطح المريخ، حيث الضغط الجوي منخفض جدا إلى درجة أنه يشكل 1% مما هو عليه في كوكب الأرض. التحدي الأول والأهم هو في جعل مركبة خفيفة ترتفع بتوليد قوة التحرك والرفع ذاتيا ثم الدوران بسرعة. وعبر الماضي مقارنة تجري مع لحظة المريخ الآن، هناك تشابه مع أول تجربة طيران في كوكب الأرض المعروفة بلحظة الأخوين رايت اللذين اخترعا أول طائرة حلقت بنجاح. عندما طار الأخوان رايت لأول مرة لم يطلقا مركبة مجهزة بالكامل، قاموا بإطلاق طائرة تجريبية لإثبات أنه من الممكن القيام برحلات تعمل بالطاقة، وبالطريقة نفسها تم تصميم مروحية المريخ لإظهار أنه يمكننا التحليق بمروحية تعمل بالطاقة في الغلاف الجوي لهذا الكوكب. وإذا كانت المقارنات بين الحاضر والماضي مدهشة، فإن الحاضر يكتب على صفحات المستقبل أسئلة قد يجيب عنها ببراعة من سيبتكرون المزيد من مفاتيح أبواب المجهول. المروحية ستتيح إمكانيات جديدة وستثير تساؤلات في المستقبل بشأن ما يمكن تحقيقه باستخدام مستكشف جوي. هل يمكننا تصوير مناطق غير مرئية من الفضاء أو التي لا يمكن للمركبة الوصول إليها؟ هل يمكننا دعم البعثات البشرية المستقبلية بقدرات جوية؟ هذه أسئلة ليوم آخر، لكن العروض التوضيحية التقنية تمنحنا الفرصة لنكون مبدعين ونختبر أشياء جديدة.
إنه الابتكار وانتظار المزيد من الاستكشافات بعدما جرى هناك على بعد أكثر من 280 مليون كيلومتر. فالإنسان يلح في السؤال بشأن وجود أحياء مجاورين له أو إمكانية أن يعيش هو في كوكب آخر. قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن أستراليا ستشكل لجنة ملكية للتحقيق في حالات انتحار بين عسكريين حاليين وسابقين. القرار يأتي بعد ضغوط من الرأي العام طالبت بالتوصل لسبل وقف زيادة عدد المنتحرين، حيث تظهر بيانات حكومية انتحار نحو 500 عنصر من قدام المحاربين منذ عقدين. نعلن اليوم أننا نعتزم عقد لجنة ملكية للتحقيق في انتحار قدام المحاربين. سنصدر مسودة اختصاصات سنتشاور بشأنها على مدار الأسابيع الأربعة المقبلة على وجه الخصوص مع الولايات والأقاليم وبالطبع مع مجتمع المحاربين القدامى. ننهي العرب اليوم بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. الفيديو يتحدث عن تفشي فيروس كورونا في محافظة سوهاج المصرية. أقول لكم سوهاج بتغرق، سوهاج بتضيع في فيروس كورونا، سوهاج بتضيع في فيروس كورونا. النهارده اليوم احنا عندنا افضل السلام حوالي 15 حاله وفاه من اول الصبح حتى الان. أخذ الكورونا وزاء منها ومرارة الكورونا وكده، عشان كده خايف قوي، سواء مبالغ شوية في الموضوع ده. هو شكرا للمتابعة. ننتقل الآن إلى برنامج للخبر، بقية مع نجلاء أبو مرعي. إليك نجلاء.